إيه؟ انت خلال ال15 سنه الاخيره دخلتك موازنات إيه؟ تساوي موازنات العراق خلال 80 سنه اللي مرت مو صحيحه هسا انا راح اجاوبك على هذا الموضوع هسا اللي طيب تسمعنا لا لا الان الان اللي بداوا من عندنا اخواننا البارحه بالاجتماعات مع مع الوفد الكردي اي الان بداوا يحسون بي الأخوان الكرد شلون؟ شلون؟ احنا موازناتنا استاذ نجم هذا لازم تفتهم الناس احنا موازناتنا تخطيطيه يعني مو حقيقيه يعني أنا من أقول موازنتي لسنة كذا مئة مليار هي بالحقيقة مو مئة مليار لازم أنا أقدم كشوفات مصروفة اللي راح تنصرف لي يعني مثلا في محافظة واسط 2019 صار عندنا اشكاليه سياسيه بدلوا المحافظ رجعوا المحافظ صارت مشاكل ما ادري شلون الموازنه انقرت بشهر الرابع او بالخامس ثم صارت الاحتجاجات احنا ميزانيه واسط الخدميه 300 مليار ما انصرف منها ولا دينار ولا دينار رجعت زين هاي راح تحسبها علي 300 مليار انه انا صرفتها؟ ايه؟ وين رجعت للمالي؟ رجعت للمالي زين هنا هاي هنا لا من تيجي ايه؟ تحسب الموازنه العامه للدوله تحسب 300 بواسط كذا ب... بس واسط ما صرفت ولا دينار اكو محافظات ما صرفت ليش؟ سببين السبب الاول مرات عندنا سوء الاداره وهو نوع من انواع الفساد والسبب الثاني ال ال يعني الروتين المقيت العالي بآلية الصرف بيروقراطيه مؤذية مؤذية يعني البارحة بالنقاش يعني اخوانا ممثلين الاقليم لما كنا نتناقش مع الوفد التفاوضي بي بي اللي مشكل بامر ديواني انه يا بترى الآليات الصرف كذا يعني جاي يشرحوا لهم نفس اليات الصرف في المحافظات والوزارات المركزية فقالوا احنا ما نقدر نعيش شنو؟ احنا ش... ك... يعني هم طريقة ادارتهم للصرف تختلف عنا، تجيبوا لنا فلوسنا كلهن واحنا نتصرف به لانه مثلا انا اعرف مثلا اكو اعتماد على اربع خمس شركات بالاقليم لان شركات ثقيله يدز علي رئيس الحكومه السابق في زمن تشرفان هذا الشارع مثلا مئة كيلو وهاي الكشف مالته هاي مقاولته يا روح باشر به خلاص انا كلامي لك وبعدين تصير اجراءات التعاقد والكذا والهيجي المركزيه الاداريه الواعيه تنتج اعمار وتنتج انعكاسات واضحه وكذا الى اخره. يعني انا من اجي احسب نقدا حقيقي نقد نقد حقيقي ايش قد انصرف باقليم كردستان؟ ايش قد انصرف على محافظاتي؟ راح ما نريد نلقى مثلا 5% من اللي انصرف بقليم كردستان بال.. بالواقع يعني مصروف حقيقي اجيب كشوفات صرف. لكن مخطط راح تقول لي مو انت مثلا هسه بعض اخواننا الكرد يقول انت صح أن ميزانيتنا كانت 17% بس انتم 83% وين 83%؟ بالحقيقه ثلاثة ماكو 83%. بالحقيقه 83% تخطيطيه يعني جزء صرف من عتها 15% 20% 25% كاعلى حد طبعا مع الاخذ بنظر الاعتبار ايش قد الرواتب من هاي الموازنه يعني اذا صرفنا 30% من الموازنه ف25% من رواتب لان اني اجي اليه الصرف بالمركز الان اتكلم لك كمالية اليه الصرف بالمركز ما بعد مو أنطيك لي قدام يعني مثلا خلينا نقول وزاره الاعمار ميزانيتها تريليون انا يعني مو اشيل تريليون واحطه بحساب موازنه وزاره الاعمار لا يعني انا لك يمي مليار روح سوي عقود وباشر واطلق سلف يعني انا مثلا باشرت وصارت عندي سلفه مشروع أخذت 100 مليون صارت عندي سلفه 5 مليار اروح اخذ 5 مليار خلصت السنه الماليه انا من مية 100 مليون ايش قد صارف خمسة. بس 5 مليار يبدا عندي مشروع ينتهي بخمس سنين ينتهي بست سنين هذا, هذا سنين. الكلام علمي دكتور لكن هذا الحقيقي اللي على الحقيقي. المو... لما تكون انت تشتغل برؤيه علميه انه موازنتك موازنه تخطيطيه كيف تكون عندك موازنه تخطيطيه وانت ما عندك حسابات ختاميه احسن ما فينا احسن احسن احنا وحده من مشاكلنا بالعراق هو عدم مثلا ال... خلينا نقول غض النظر عن بعض القوانين السكوت عن بعض الالزامات وهذا خطا كبير، احنا قلناه مو خطا دكتور هاي جريمه لا طبعا الحسابات جريمة الختاميه وفق الدستور يجب ان تنتهي مع السنه الماليه. طبعا هي اللي اللي كتب هذا كتب غير دقيق، ليش؟ انا شلون سنتي الماليه تنتهي يا سنه تنتهي في 31/12 يعني احنا سنتنا الماليه سنه تنتهي في 31/12 زين وتريد الحسابات الختاميه ان تنتهي في 31/12؟ وما ما يصير لازم تقول مثلا الحسابات الختامية تقدم خلال مثلا واحد ثلاثة من السنة اللي وراها حتى ذني الثلاث أشهر الأخيرة اللي أنت حتى تبقى تدقق الحسابات الختامية مالتها وياها على كل حال الحسابات الختامية التفتنا لهذا الموضوع والآن إحنا عندنا جاي نمشي نكمل حسابات ختاميه ونصادق عليها قوانين والى اخره. جاي نستضيف احنا باللجنه الماليه استضافينا رئيس ديوان الرقابه الماليه وجاي نشتغل شغل يعني من الموازنه تفرغنا تماما نقول 75% من عملنا الى انهاء الحسابات الختاميه والزامها وتشريع قانون محاسبه يعني عفوا عقاب شديد على عدم اكمال الحسابات الختاميه